لقيته بيحبوني فبقينا زايبين مع بعض يعني. الاستاذ عبد الحليم حافظ الجميل العبقري الجميل ذكي جدا، وتحس كده بتتكلمي معاه تبقى مبسوطه، الانسان محترم وذكي. علمني كتير، مثلا قلت له انا مثلا جاي لي فيلم اسمه اخ لشع اخ شقاوه، طيب الدور يهودي لشع، قال لي يا احمد يا حبيبي انا عايزك تمثله بحاجه جديده خالص، احنا كلنا بنحبك عايزين نكرهك. قلت له ماشي يعني. قال لي برق اخر كلام موته طاع يعني وعتبريقه كده، فيعني بيدوني حاجات تنفعني. ده فيلم بكره في اجازه كان فريتشاوي قعد معاه حجره، من اول فيلم عملته. كنت حصل حاجه غريبه قوي، الكاميرات ابتدت واشتغلت وانا واقفه على المسرح بقى بقول مصر مصر امنا، ورايا شباب اطفال معايا فلقوا عينيا بتعملها الدمع افتكروني بعيط. فوقف ستوب وبتاع وامسح المكياج وبتاع، في ايه؟ وفريد شوقي قعدنا على حاجه، في ايه يا حبيبي وبتاع. قلت له انت تعالى اقول لك انا مش بعيط، انا عيني حساسه بتطلع دموع. يلا نخلص نصاب. لا حلو جدا. طب حكي ليه وقفت عن التمثيل في السن الصغير قوي ده، مع ان ده كانت عز الموهبه والتالق والشهره؟ فعلا موهبتي الحمد لله، وكنت نجوم وكان شهره وكان كل حاجه. بص يا ستي غصب عني مش بكيفي، النكسة 67 كلنا نعرفها النكسة.